الليلة تغطية حصرية لايف عبر فيسبوك لحفل زواجي بدبي، استعدوا. هيك أعلنت الفنانة الإماراتية من أصول يمنية بلقيس فتحي عن حفل زواجها اللي أقيم ب 29 ديسمبر 2016 من رجل الأعمال السعودي سلطان عبد اللطيف بفندق أرماني بدبي. بهيدا الفيديو رح نحكيكن عن تفاصيل هيدا العرس، تابعونا. هاي بلقيس، مبروك لك ولسلطان. هيدا العرس الأسطوري شكل حديث الموسم، لا بل سيكون حديث هيدا العام، فقد تابع جمهور بلقيس حفل زفافه عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك من خلال مقطع فيديو كامل للحفل شاركته بلقيس مع متابعينه. الفيديو اللي تابعه أكثر من 870 ألف متابع كان حدث بحد ذاته، خصوصاً أنه بلقيس هي أول فنانة بالعالم العربي تقدم على هيدي الخطوة اللي كان لها أثر إيجابي عند شريحة كبيرة من جمهور السوشيال ميديا. إلى تفاصيل الزفاف، نبدأ مع إطلالة بلقيس بفستانين خلال الحفل، الأول للمصممة السعودية تيما عابد، أما الفستان الثاني اللي كان من المقرر أنه ترتديه بلقيس فكان من تصميم المصمم اللبناني نيكولا جبران، بينما ارتدى زوجها الزي السعودي وبدلة رسمية من تصميم كافالي. ومنشير بالذكر إلى أنه زفة بلقيس الخاصة كانت بصوت الفنان الكبير حسين الجسمي. بك عرش بلقيس يا بلقيس يتباها. وقد حضر حفل الزفاف عدد من نجوم العالم العربي بالإضافة إلى الفنانة وعد، الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، الفنانة هند البحرينية اللي غنت كمان للعروس.